عندنا فرصة لتغيير حياتنا كل عام، لتطوير طريقة تفكيرنا، شلون ننظر إلى العالم وشلون نعيش حياتنا. هل قاعد تستغل هذه الفرص أم تمر هذه السنين بدون ما تستفيد منها؟ ومن يقول هذا التطوير بحياتك بس يصير مرة واحدة بالسنة؟ ليش ما يكون كل شهر أو كل أسبوع أو حتى كل يوم؟ إذا ما وصلت للحياة اللي أنت تبيها غالباً يكون لأحد الأسباب اللي راح أذكرها أو أثنينهم. أولاً، أنت منهك، مسيطرة عليك طريقة حياتك اليومية الروتينية اللي تخلي التركيز على أهدافك أمر مستحيل. كلامي للأم اللي تداوم وتدرس وتوجب وما عندها وقت تحك راسها. ثانياً، ما تحدد أهداف واضحة مبنية على قيمك، أو تحددها بأول السنة وبعدين تنسى عنها. هذا الفيديو علشان يذكرك إن في أمل، تقدر تسيطر على حياتك وتحول أحلامك إلى حقيقة. ضروري تعطي الأولوية لنفسك وتركز على أهدافك وتم التخطيط للشهور والأسابيع والأيام القادمة بطريقة واضحة عن طريق استخدام طريقتي اللي راح تتعلمها في دورة حياة معنا. من خلال 4 جلسات أونلاين راح أخذك خطوة بخطوة شلون تقوي عضلات التخطيط والإنتاجية اللي خاصة فيك لتجعل 2023 بإذن الله أفضل سنة. وراح تلقون تفاصيل أكثر عن الدورة في أسفل الفيديو.